الحقيقة احنا من البداية خالص حطينا كلنا كده مع بعض كمسؤولين، وقلنا احنا مع اولادنا هنعمل التخطيط من اول ما بدأنا، يعني في 2018 ما بعد اغسطس 2018، وقلنا احنا هنحط البرنامج بتاعنا، وحطينا كل البلاننج وكل اتحاد حط البرامج، وبدأنا ان احنا التأهيل، وجبنا مستويات مختلفة من الرعايات كتيم عمل وزارة اللجنة الأولمبية الاتحادات. احنا بنعمل حدث كبير جدا 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 الفترة دي، هو استضافة بطولة العالم لكرة اليد، وقابلنا يعني بدعم الدولة المصرية بكل أشكال الدعم. في الحقيقة ان احنا بالرغم الجائحة واللوك داونز اللي موجود في معظم الدول، لكن بطولة العالم لكرة اليد باستضافة 32 دولة، وبنبني ثلاث صالات جديدة، وبنطور مجمع الصالات المغطاة. الحكومة المصرية والدولة المصرية بتطور ده بحوالي 3.2 مليار، يعني 200 مليون حجم صالات جديدة موصلة الليجاسيز بتاعتها أو إرثها ما بعد بطولة الهاندبول. ما هو مش هاندبول، ما كل الألعاب الفردية بقى عندنا مجمعات أخرى، من العاصمة الإدارية لتطوير مجمع الاستاد لمجمع آخر في 6 أكتوبر اسكندرية من خلال برج العرب، إضافات أخرى للبنية الأساسية المصرية اللي هتساعد تاني وتالت ورابع بشكل أو آخر بيحقق المناخ، زي المكان اللي اتطور اللي حضراتكم موجودين فيه، يحقق لك المناخ والعامل النفسي اللي بيه منشآتنا اللي موجودة في أكتر من محافظة. يعني مدينة شبابية رياضية قد الدنيا في شرم الشيخ بفندق كبير بإدارة برضو محترفة زي الإدارة اللي هنا للفندق. الغردقة أيضا بقى في مكان، مدينة شبابية رياضية تفتح قريبا، راس البر عندنا مدن. فبالتالي احنا كمان الحمد لله الانشاءات والمنشآت الرياضية تفي والشكل والمضمون بتاعها موجود الحمد لله، يعني معروفين قوي في افريقيا بالذات بقالنا كذا سنة، ولان احنا كمان وانس ان احنا بنبقى في الملعب بيبقى في زي رهبة كده من الفرق التانية، لان احنا رحنا ريو ورحنا اليوث اولمبيك جيمز اللي كانت في بوينوس ايرس في ارجنتينا، ودي كانت حاجه نادره قوي تحصل، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ مصر في الفولي والبيتش فولي، لان الفولي عمرهم ما طلعوا. والله انا ثقتي في ربنا كبيره، انا بعمل عليا وزياده وبتعب، واتمنى ان ربنا يبقى كاتب لي حاجه حلوه في الاولمبياد ان شاء الله، واقدر افرح الناس كلها، وانا متوقعه ان شاء الله ميداليات كتيره جدا لمصر في الاولمبياد الجايه باذن الله. ان شاء الله لو اتاهلنا احنا هيبقى ده انجاز ان احنا نتاهل، لان احنا عمرنا ما دخلنا في الخمسين الاوائل على العالم، احنا المره دي من الـ35 اوائل على العالم، يعني كنا دايما بره المية، فدخولنا الخمسين الاوائل على العالم احنا كنا محتاجين ان احنا نحقق احسن من ده، وفعلا دخلنا جوه الـ35.